اي حاجه اصلا نظري يعني بعد الثاني بيت وشفت حاجه خلاص. طيب زي ما قلنا المره اللي فاتت انت او يعني قلت لكم بيزيكلي فاضل لنا كان ثلاث حاجات اللي هو البارامتر بتاعت الايكوفلنت سيركت هجيبها ازاي، وقلنا في اختبارات بتتعمل او تيست بنعملها تطلع منها الحاجات ديت اللي هي الاوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست، وبعد كده عايز او يهمك تطلع اكسبريشن الافشنسي بتاعه الترانسفورمر بتاعك تبقى فانكشن في البارامترز بتاعته اكيد، لان هو الافشنسي بتعتمد على النقطة اللي بتحصل جواه اللي هي فانكشن في الار اكوفلنت والار سي اللي هي بتاعته. وحاجه اسمها الفولتج ريجليشن اللي هو هيحصل فولتج دروب قد ايه، او لو هو ايديال ترانسفورمر انا بدخل له فولتج متوقع حاجه الناحيه الثانيه بالشكل ده، بس نتيجه لوجود الاكزاكت او اللي هو الريل ترانسفورمر اكوفلنت سيركت بقى عندي ار ايكويفلنت فحصل دروب، فبالتالي الفولت ما طلعش هو ده انا كنت متوقعه، اقل شويه اعلى شويه على حسب اعلى قد ايه اقل قد ايه، ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه. فبنقيمها حاجه اسمها الفولت ريجوليشن، هي عباره عن الديفرنس دوت از ا برسنتج من الريتد او اللي انا كنت متوقع. فنبدا اول حاجه بالافشنسي، ده او الافشنسي بتاع اي ايكويبمنت في الدنيا عباره عن ايه، البي اوتبوت على البي انبوت صح، ادي البي اوتبوت على البي انبوت، اما الانبوت هو عباره عن الاوتبوت بلس مجموع النقط اللي في السكه، يبقى ممكن اكتبها بالطريقه دي. طيب الاوتبوت باور هي عباره عن الايه، او الاوتبوت باور عموما سمينا فاكتور اسمه الكي، الكي ده اللي هو اللودنج فاكتور، انا محمل قد ايه من الريتد بتاع الترانسفورمر، اللي هو انا محمل 50% 40 20 زي ما يكون، فالكي فانا بعبر عن الاوتبوت باور از ا برسنتج من الفول لود. طب الفول لود عباره عن ايه، هو عباره عن اللي منها باور عباره عن الاس فول لود في في الباور فاكتور او الكوزاين فاي اللي انا شغال عنه. يبقى انا ممكن اشيل البي اوتبوت من هنا واحطها بالاكسبريشن ده، الكي اللي هو الفاكتور او انا برسنتج قد ايه من الريتد او من الفول لود في اس فول لود في كوزاين فاي. معلش باشمهندس اس فول لود تاني ايه؟ الريتد بتاع ترانسفورمر، قلنا الريتد هو ديزاين هو ديزاين فاليو هو الفول لود هو ده، فده الفول لود او الريتد. ممكن اكتب الريتد عشان الناس ايه تتلخبط. طيب
اللصص عندنا قلنا في نوعين من اللصص. فاكرين لما رسمنا الاكوفلنت سيركت كان في برانش اسمه الار سي وكان في الار اكوفلنت اللي هي عباره عن ار 1 بلس ار 2 داش. فالجزء بتاع اللصص عباره عن نوعين, ايرن لصص اللي موجوده في الايرن كور بتاع الترانسفورمر بلس الكابر لصص. البي ايرن هي عباره عن ايه؟ عباره عن في 1 سكويرد على ار سي. لو نسترجع كده الاكوفلنت سيركت بتاع الترانسفورمر تاني, ادي الار سي ادي الاكس ميو, دي اللي كنا سميناها الار اكوفلنت, دي اللي سميناها اكس اكوفلنت, دي اللي كانت عباره عن ار 1 بلس ار 2 داش, ودي اللي كانت عباره عن اكس 1 بلس اكس 2 داش. ادي البي 2 داش وادي البي 1 وادي الاي 1 وهكذا. يبقى الباور لوسز اللي رايحه في الريزستنس دي عباره عن الفولتج اللي عليها سكويرد على الريزستنس. يبقى البي ايرون في 1 سكويرد على ار سي. طب والكابر لوسز هي اللوسز اللي رايحه في الريزستنس دي, يبقى هي عباره عن الكرنت اللي ماشي فيها سكويرد في الريزستنس او في قيمه الريزستنس, فهي عباره عن الاي سكوير او الاي 2 سكويرد في الار ايكوفلنت. انا كاتب 2 عشان يعني ريفيرد للسكندري, يا اما كنت اخلي ده ريفيرد للبرايمري يعني اكتب 1 واخلي دي اي 2 داش على حسب انت هتعمل ايه. يعني يا اما الدايره كلها زي ما اتفقنا ما تشتغلش بالدايره نص الناحيه دي ونص الناحيه دي, دايما كله يكون في حته واحده, يا كله ريفيرد ناحيه البرايمري سايد يبقى انا بشتغل بالفولت بتاع البرايمري وكل حاجه, يا اما ناحيه السكندري سايد. باشمهندس هي بالنسبه للار الاولانيه اللي هي في 1 على ار سي, اه ما تنفعش تبقى اي سكوير في ار, صح؟ طب هتبقى انهي اي؟ الاي ماشي في سي, لازم الاي ده, الاي ده اه فانت تحسبيه الاول, انما الاي ده ما ينفعش طبعا. اه والثانيه ما ينفعش في سكوير على ار, صح؟ تنفع بس انهي في الفولتج اللي على الحته دي هتحسبيه برضه لوحده فغلب يعني. تمام. السيركتس واحده يعني قوانين كاشر دي ثابته ما تغيرش, فهي في سكوير على ار, اي سكوير في ار, في في اي, بس انهي في وانهي اي وانهي ار لازم احدد بالظبط انهي فولتج دروب وانهي كرنت اللي ماشي. فانت لو انت في مرحله من المراحل حسبت دوت اي سكوير ده سكوير في الار دي ماشي شغال, الفولت دروب اللي على الحته دي بس على سكوير على الار دي ماشي, بس ليه؟ هو كده بالنسبه للديب كابر, ها كده عامل ريفيرنج للسكندري. انا شغال ناحيه السكندري, اه يعني كان انا جايب الار ديت ريفير ناحيه السكندري عشان كده 2 او اي 2, او ممكن تكتبها كده الاي 2 داش سكويرد في الار ايكوفلنت 1. وانا شغلي كلها كانت لا احنا قلنا الديفولت هتحل بالابروكسيمت, ما لو نطلب منك انا عايزها بالاكزاكت. تمام طيب هتشوف مسائل هيطلب بقول لك انا عايز ناحيه السكند يعني ممكن تعمليها كده ولا تعمليها ده كده او تتكتب كده الاثنين واحد هي هي. ما في الاخر انا هضرب هنا في التنز ريشيو او مقلوب التنز ريشيو وسكويرد, وانا عشان احول دي بضرب ايه التنز ريشيو سكويرد فهي هي ولا لا؟ خلاص يبقى انا عندي ادي البي كابر هي عباره عن الكلام ده او الكلام ده. طب ما برضو الكلام هو برضو انا ده اللي هو الكرنت اللي انا ساحبه دلوقتي قد ايه من الفول لود كرنت, يبقى نفس الكي او الفاكتور اللي اسمه كده انا عرفته اللي هو برسنتج او نسبه التحميل قد ايه, فهشيل الكرنت واحطه كام او الكي بالنسبه للفول لود كرنت الكل تحت سكوير زي ما هو. طيب اطلع بقى الكي بره لوحدها هيبقى لي اي 2 فول لود سكويرد في الار ايكوفلنت, يعني كاني ايه؟ كاني شغال عند الفول لود كونديشن. يبقى في الحاله دي بدي تمثل الكابر لوسز في حاله الفول لود, فهشيل دي كده واحطها ايه بي كابر فول لود. يبقى الكابر لوسز عند اي نسبه تحميل هي عباره عن الكي سكويرد في البي كابر في حاله الفول لود. والله لو انا شغال عند الفول لود الكي بكام؟ بواحد, يبقى خلاص هي فعلا البي كابر في حاله الفول لود ايه بي كابر فول لود. يبقى ده كده الايه الشكل بتاع البي كابر ممكن اعبر عنها ازاي بدلاله الفول لود داتا ونسبه التحميل اللي اسمها الكي. خد بقى الكلام ده كله اللي هو دوت اللي هي ان البي كابر بتساوي الكلام دوت, ان البي ايرون بتساوي او البي ايرون هي عندك والنصر الاخر والكلام ده كله, شيل بقى وعوض في الاكسبريشن الرئيسي بتاعك اللي هو هنا هيطلع لك ان الافشنسي بتساوي البي اوت بوت احنا عبرنا عنها اهي, يبقى بتساوي كي في الاس في اللود في كوزاين فار على البي اوت بوت هي نفس الحكايه زائد النصر اللي هي عباره عن البي ايرون اهي زائد البي كابر اللي هي نسبه من الايه البي كابر في اللود. يبقى ده كده جنرال اكسبريشن للافشنسي بدلاله الحاجات اللي هي بتاعت الفول لود ديت اللي انا عارفها اللي هي الاس فول لود, الاس فول لود البي ايرون دي ثابته طول ما السبلاي فولتج ثابت والبي كابر فول لود, وعندك بقى اللي بيتغير معاك هو نسبه التحميل على الترانسفورمر قد ايه اللي هي الكي والباور فاكتور اللي انت شغال عنده بتاع اللود.
وتبدا تحسب بقى وتجيب عند كل مره اللي انت عايز تجمعه. طيب الماكسيمم افشنسي، اقصى افشنسي ممكن اخدها من الترانسفورمر اخدها فين؟ او اخدها عند قيمه التحميل بكام؟ انا عايز اشوف لو انا حملت الترانسفورمر دوت ب 50% ولا 40% ولا ب 30 ولا بكام، بحيث ان انا اخد الماكسيمم افشنسي. فخلاص عندك فانكشن وعايز تجيب الماكسيمم بتاعها، بتعمل ايه؟ فاضل وتساوي بالزيرو، فيطلع لك ان اللودنج فاكتور او الكي اللي بيحصل عندها الماكسيمم افشنسي بتساوي المنظر ده، روت بي ايرن على البي كابر فول لود. يبقى ده قيمه التحميل اللي اخد عنده الماكسيمم افشنسي، اللي هي بكام بقى الماكسيمم افشنسي ديت؟ فخد بقى دي وعوض بيها هنا، هيطلع لك انها بتساوي كي ماكسيمم في اس فول لود كوزاين فاي زائد الكلام دوت زائد بي ايرن زائد كي سكوير في بي كابر فول لود. لما تربع ده يبقى عندك بي ايرن على بي كابر فول لود، دي حطيه مع دي يبقى كان عندك 2 بي ايرن، هتطلع بالمنظر ده. يبقى ده قيمه الماكسيمم افشنسي بتاعت الترانسفورمر بتاعك. امتى؟ لما تكون محملها بقيمه او بلود قيمته لود بي ايرن على بي كابر فول لود. في مشكله؟ هي معلش الكي دي يعني ايه؟ اللود نسبه التحميل، يعني انت الترانسفورمر بتاعك مثلا 100 كيلو فولت امبير وانا محمل عليه او ساحب منه 50 كيلو فولت امبير، يبقى انا ساحب كام في المية؟ يبقى الكي بكام؟ بنص. 75 كيلو وات يبقى في على 100 يبقى كام؟ 0.75 الكي. فالكي هي نسبة الباور اللي انت واخدها على ريت الباور بتاع الترانسفورمر. انا معرفش هو انا اقدر اغير الكي البي اوت على البي فول لود، فده الكي. الكي دي اقدر اغيرها ان انا اوصل لي عشان اوصل للماكسيمم افشنسي عن طريق القانون ده؟ لو يعني اتحكم يعني في البي ايرون من البي، يعني ادي كده الكي اللي هو التحميل بتاع الترانسفورمر على سحب قد ايه وادي الافشنسي، هي كيرف عامل كده. فانا لو انا واحد يهمني ان انا واخد الماكسيمم افشنسي دايما او اقل اللوسز اللي عندي في السيستم بتاعي، لو عندي كذا ترانسفورمرز امبارل او انا بغير او بعمل اي حاجه، احاول دايما اخلي التحميل بتاعي في الاريا دي في الحته دي. مثلا ادي ترانسفورمر يبقى انا ايه مثلا يعني فرضا يعني اي حاجه ما بين مثلا 70 و80% او ما بين 80 و90%، يبقى دايما العب في الحته دي عشان اخد اكبر افشنسي ممكنه من الترانسفورمر. ان انا اغير الباور للايرن على الباور بتاعت الكابل اظبط النسبه دي؟ انت كده بتبص من وجهه نظر الديزاينر. اه انا عايز احط دي فين؟ اغير دي ازاي؟ اللي بيعمل ديزاين يقدر يغير او يحسن البي ايرن والبي كابر ويغير الريشز ما بينهم. أيوة. طب دول هغيرهم ازاي؟ اهي وهي، ما هي البي كابر فانكشن في الار والبي ايرن فانكشن في الار سي. انا وانا بعمل ديزاين اديزاين بالشكل المناسب اللي يخلي لي الار سي اللي هي الكور ترانسفورمر او الكور ريزيستنس مع الكابر ريزيستنس اللي موجوده النسبه ما بينهم تديني الكي ماكسيم دوت في الحته اللي انا عايزها. عاده يعني مثلا يعني هقولها واللي يفهمها اوكي، اللي مش فاهمه حر او يعني مش فارقه كتير. احنا الترانسفورمرز في نوعين، في مثلا اللي هو الديستريبيوشن ترانسفورمر اللي هو موجود عند الاحمال اللي هو بالنسبه لنا احنا هنا، فانت راجل شغال شويه ايه بتفصل بتشتغل بتروح بتيجي وهكذا، فمش دايما او الناس مش دايما كلها منوره الاحمال كلها بتاعتها مره واحده، فانت مش بتبقى دايما شغال عند هاي لود، لا شغال في حتت صغيره هنا، فانت تحاول تخلي الكيرف بتاعك يبقى عامل كده وانت بالديزاين. فالديستريبيوشن ترانسفورمر بتلاقي الماكسيمم افشنسي قرب مثلا ايه 70-80%. انما مثلا الترانسفورمر اللي عند الجنريتور، هو الجنريتور دوت لو انا طفيت هنا بس انا رحت نورت في البيت، طب رحت واحد طفى في البيت نور في شغله نور في مش عارف في المول في المحل بتاع، فدايما مصر منوره ولا لا؟ في شغل في ناس ساحب باور والكلام ده كله، يبقى دايما اللي ناحيه الجنريتور مسحوب منه لود عالي او اللود شغال بفتره كبيره عند هاي لود، فيحاول يعمل الديزاين بتاع الترانسفورمر بتاعه ان يبقى الكيرف شكله عامل كده، يبقى دايما رامي الافشنسي عند الاحمال العاليه اللي موجوده. فانا بديزاين اقدر العب بالار والار دي والار دي بحيث اخلي الشكل عامل كده او عامل كده زي ما انا عايز، من رينج 70-80 لحد 90% وهكذا. طيب باشمهندس، بس الحاجه يعني الحكايه دي نسبيه، يعني الترانسفورمر اللي عند الديستريبيوشن ده بيبقى اللودز عليه قليله بالنسبه لل يعني المحطات مثلا هو بيوزع لها، يعني اللي عند الجنريتور على طول شغال على طول. صح تمام. اللي عند الديستري اللي هو قبل يعني اللي عند اللود او عند المبنى ده شغال عليه او تفر حاجه شغال عندها اللي هو الحمل بتاعي ماله بقى؟ ايوه يعني ليه بقى بعمل له ديزاين ان يبقى الكير بتاعه قبل ما انا بقول لك ان هو موست اوف ذا تايم او مش يعني مثلا على مدار اليوم اغلب اليوم هو شغال عند كام؟ من 70-80% مثلا من الماكسيمم لود بتاعه او اللي هو الريتد بتاعه. حلو. انما بتاع الترانسفورمر اللي عند الجنريتور معظم اليوم شغال كام؟ ما بين 80 و90% من الحمل الريتد بتاعه. صح.
انا احاول اظبط الكيرف ده ان دي بالنسبه للديسبلنت ترانسفورمر تيجي عند 70 80% واللي عند الجنريتور احطها عند كام؟ عند 80 90%. طب انا ليه ما بشتغلش اصلا في اللينير رينج؟ يعني ليه بروح عند حته في اللينير؟ يعني اشتغل هنا عند الافشنسي قليله. طيب يبقى ده كده الافشنسي والاكسبشن بتاعها. طيب تعالى نيجي على احسب ازاي الار والاكس بتاعت الترانسفورمر بتاعي. دي عندنا او من الادي كده الشكل بتاع الكوفلنت سيركت بتاعتنا. فعندنا اختبارين رئيسيين بنعملهم، واحد اسمه الاوبن سيركت تيست وواحد اسمه الشورت سيركت تيست. هنبدا باول واحد اللي هو الاوبن سيركت تيست. من اسمه اوبن سيركت، يعني باجي اعمل ايه؟ باجي على ناحيه، انا عندي ترانسفورمر برايمري وسكندري، باجي في ناحيه فيه ومفتحها ما احطش عليه حمل واحط السبلاي بتاعي على الناحيه الثانيه. انا عندي الترانسفورمر بتاعي اهو ادي كده ناحيه، هسيب دي اوبن سيركت واحط السبلاي بتاعي هنا اهو. يبقى لما يكون الترانسفورمر مفتوح ما عليهوش لود، هل في كارنت يمشي في البرانش ده؟ يبقى هل البرانش ده كده ليه لازمه بالنسبه لي؟ يبقى كانه مفتوح ولا لا؟ ملوش لازمه. يبقى مين اللي انا شايفه؟ هو الجزء ده بس، صح؟ طيب يبقى الدايره بتاعتي شكلها عامل كده، اه هتقول لي حاجه عامله كده. فده النور او الاوبن سيركت اللي انا حاطه، ادي الكرنت اللي انا هقيسه وبحط هنا في السكه وات ميتر يقيس لي الباور اللي انا ساحبها في الحاله دي. يبقى انا قايس فولتج في عندي هنا كرنت وباور. يبقى انا الريدنج اللي انا هقراها هي النور باور، النور فولتج، النور كرنت. اعمل بيهم ايه بقى؟ خلاص ما انت عندك دايره وعارف الفولتج والكرنت اللي ماشيين فيهم والباور المسحوبه. الباور ديت اللي هي بي نوت بتساوي بي نوت في اي نوت في كوزاين فاي، نسميها فاي نوت مثلا. لو انا زنق قريب الوات ميتر ده قريب الفولت ميتر ده قريب الاميتر، اعرف اطلع ده ولا لا؟ جبت الراجل ده ارجع اقول بقى ان الار سي هي عباره عن بي نوت على اي نوت في كوزاين فاي والاكس ميو هي عبارة عن ال V نوت على ال I نوت في ساين فاي. يبقى انت كده جبت الـ ايه؟ الـ RC والـ XU باستخدام الـ Open Circuit Test. فيها مشكلة؟ مش مهم بس معلش، هو ليه الـ RC V نوت على I نوت كوزاين؟ طيب الـ I نوت دوت ماشي كده صح؟ هتقسم جزئين هنا وهنا. الـ Real Part بتاعه رايح فين؟ صح؟ اه يبقى الريل بارت بتاع اللي هو فين؟ اللي هو الاي نوت في كوزاين الزاويه بتاعته. يعني كاني بعمل كده. تمام؟ التست الثاني اللي هو الشورت سيركت تيست، برضه من اسمه هعمل شورت سيركت، يعني بدل ما احط هنا لود ليه امبيدنس لا هعمل ايه؟ شورت سيركت، امبيدنس بزيرو. يبقى انت كان الكرنت جاي ماشي كده كان بيلاقي هنا امبيدنس بتاعت الراجل دوت والامبيدنس الحته دي وامبيدنس اللود، فبيبدا يوزع نفسه ما بين هنا وما بين هنا. واحنا اصلا من الاول كنا قايلين ان الاي نود ده بيكون عاده من كام؟ من 3 ل 5% من الريتد كرنت. تخيل بقى ان انت كمان عامل لي شورت سيركت، يعني ساحب كرنت عالي قوي. يبقى الكرنت جاي قدامه، شوف المقاومات الكبيره دي والحاجات الصغيره قوي دول، وده زيرو، يبقى اغلبه هيمشي فين؟ هنا هو. فممكن اعمل ده بالنسبه له ولا لا؟ هعمله. يبقى انا شكل الدايره بتاعتي في الحاله دي انا بعمل ايه؟ بعمل كده اهو، بعمل شورت سيركت ناحيه السكند بتاعي واحط هنا الفولت ميتر او السبلاي بتاعي واقيس الفولتج اللي هنا واقيس الكرنت اللي ماشي وبرده بقيس الايه؟ الباور بالوات ميتر اللي موجود عندي هنا. فالدايره بتاعت شكلها بقى عامل كده. هو على الفرونت بيبقى جيفن اللي هي بي نود وبي نود واي نود. الفي والاي برضه نفس الكلام، الريدنج بتاعتي لا انا بكلمك بص يعني تفرق ما بين جيفن ايه وانا بقول لك التيست اللي بنعمله كده وانت بتختبر في المعمل.
هتخبي على نفسك الباور ليه يعني؟ انا معايا واتميتر مقيس. انا ايه ليه اهو بالمسائل دي قصه تانية. انا بفتح لك القصه دي عامل ازاي في المساله بقى. ممكن يديك دي ويديك دي ويديك الباور فاكتور ما يديكش الثلاث ما تفلعش بقى. دي قصه تانية بقى. عارف المساله بتمشي ايه؟ قص ولزق. انت فاهم كونسبت؟ معاك شويه قوانين، هديك دي واخبي عنك دي، والتاني حد قالك ملف من مطلوب تاني، ودي قصه تانية. واحنا بنحل المساله هنشوف. انما انا بتكلم هو احنا بنعمل ايه؟ مش مهندس، هو الشيء ده بيتحط فيه رز ولا فارة؟ الايه؟ الشيء ده بيتحط فيه رز ولا فارة؟ الشيء ايه؟ الشيء ده اللي هو الميتر اللي هو الميتر. ايوه ايه ده؟ مش مهندس مش باين. الوات ميتر، ما تعرفش الوات ميتر بيعمل ايه؟ لا بيتحط فيه رز ولا فارة؟ هو ليه تو كوينز، واحد سيريز واحد بارل. هو بيقيس باور، فلازم ياخد كارنت وياخد فولتج. فالكارنت سيك كده انا قاسم كوين السيريز وكوين البارل، ياخد فولتج وكارنت. حلو الشيء ده. نفس الكلام، انا ببقى قايس باور بالواتميتر، قايس فولتج بالفولتميتر، قايس كارنت بالاميتر اللي عندي. عندي الثلاث حاجات دول. وبنفس الطريقه هرجع اقول ان البي لازم المحاضره هقول لك ان البي شورت سيركت بتساوي الاي كورنت الار شورت سيركت اللي هي اريكوبلت. يعني انت عارف دي وعارف دي، جبت الاريكوبلت ادي اول حاجه. وهتقول لي ان الزد اكويفلنت، انا عندي الفولت والكرنت اقسم على بعض جبت التوتال امبيدنس، يبقى هي عباره عن الفي على الاي، وهي نفسها الزد دي عباره عن الار تربيع زائد الاكس تربيع. هنا حسبتها من الخطوه اللي فاتت، يبقى انا هنا هجيب ديت، وبعد كده هنا هجيب ايه؟ الاكس. يبقى انا كده جبت الار والاكس بتوع الترانسفورمر بتاعي. يبقى كده جبت كل البارامترز ولا لا؟ من الاوبن سيركت تيست جبت الار سي والاكس نيو، من الشورت سيركت تيست جبت الار ايكوفلنت والاكس ايكوفلنت. فيها مشكله؟ دي كفر فول مالها؟ هي الكفر لوسز اللي بتحصل في الترانسفورمر لو انا ساحب الفول لود كارنت. يعني الكارنت اللي هنا خل او سوري اللود اللي هنا خلى الكارنت اللي ماشي هنا هو الفول لود او الريتد كارنت. ساعتها اللوسز اللي في الار دي بكام؟ اي فول لود سكويرد في الار كوب. ايه؟ انا بقول لك لو انا ساحب الريتد كارنت يبقى الكيب كام ساعتها؟ واحد. فخلاص دي موجوده. طب انا ساحب لود تاني غير الريتد، يبقى الكي ليها نسبه اضربها في الكي كابر فول لود اللي بتاعت الفول لود، يبقى انا جبت الكي كابر عند اللود ده. انا كده سيتا شورت سيركت. ايه؟ سيتا شورت سيركت. ماشي. على فكره بالفاير. لا لسه هنجيبها بس انا هعرفها لك. الفيزر الفيزر دايجرام اصلا. بس هو قال يعني ان هي اسمها شورت سيركت عشان مش انت جبت هنا الار اكوفلنت والاكس اكوفلنت من التست ده؟ دي امبيدنس. فاكر لما رسمنا الامبيدنس ماتريكس اللي هو قلنا ادي عندك الاكس وادي الار سوري مش الامبيدنس ترينجل وادي الزد، فدي اسمها الزاويه سيتا. هي دي سيتا شورت سيركت. طب بنسميها شورت سيركت ما سماها سيتا اكوفلنت. هي الريشيو بين الاكس اكوفلنت والار اكوفلنت اللي هي ديت، بس عشان احنا جبنا البارامترز دي من الشورت سيركت تيست فهو سماها ايه؟ السيتا شورت سيركت. هنستخدمها في ايه او هتظهر معانا امتى؟ لما نيجي نتكلم على الفولتج ريجيليشن، دي الحته اللي جايه. طيب ملاحظتين على الاوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست. اول حاجه الاوبن سيركت تيست انا بعمل ايه؟ انا فاتح الترانسفورمر. هل انا كده ساحب لود؟ هل ساحب تيار؟ يعني كل اللي موجود عندي هو الايه؟ النود كارنت اللي اسمه اي نود ده بس، اللي هو قلنا كارنت صغير من 3 ل 5%. يبقى الكارنت اللي مسحوب من الترانسفورمر ان جنرال صغير ولا لا؟ كده كده صغير. حطيته بقى ناحيه البرايمري ناحيه السكندري هو كده كده من 3 ل 5% صح؟ طيب وفي نفس الوقت انا من التست دوت انا عايز احسب الار سي اللي هي تمثل لي الايرون لوسز، فهي في الايه او فانا بحب اعملها عند الريتد كونديشن اللي هو الريتد بتاع الجي 1 اللي هو دوت. فانا عندي الترانسفورمر تعالى مثلا ايه؟ يعني ادي اكزامبل كده او طيب وات ايفر. ادي عندك الناحيه دي اهو، انا في الاخر هو عندي الترانسفورمر انا شاريه عامل كده وطالع منه 4 اطراف، 2 بتوع الكامل 2 بتوع السكند صح؟ دوت مثلا هنقول ان دوت 100 فولت
وبيعمل ستيب داون ل 10 فولت. ده كان هنا بيسحب 10 امبير، يبقى ده هيطلع كام؟ 100 امبير. بحيث ان هنفترض ان الريتد باور بتاعته 100 في 10 يعني كام؟ ب 1000. خلاص؟ لما اجي اقيس بقى في الاوبن سيركت تيست، انا بحط عاده الريتد فولتج، يبقى ده كده بيكون الريتد فولتج. واقيس واشتغل. انت رايك اسيب ده مفتوح واحط الحاجات هنا اهو اللي هو الفولتميتر والاميتر والواتميتر، ولا اسيب ده مفتوح واحط الحاجه بتاعتي الناحيه دي؟ هي مبدئيا مش هتفرق كتير معايا في الشغل. ليه؟ لان انا هقيس الحاجه يا اما للفردر البرايمري يا اما للفردر السكندري، وانا كده كده بعرف ارجعهم ولا لا بالترانزيشن سكويرد، ارجع كل واحده للناحيه اللي انا اللي على مزاجي واشتغل واعيش حياتي بعد كده. بس السؤال، وانا بقيس وانا قاعد في المعمل وعايز اقيس، احط افتح او اخد الاوبن سيركت الناحيه دي واحط الميجرمنت ديفايسز الناحيه دي، ولا العكس؟ هتفرق في ايه؟ ايه؟ هتفرق في ايه؟ هتفرق في ايه؟ هي من وجهه نظركم ممكن ما تفرقش كتير، بس هي مع الحاجات الريتنج العالي قوي، ترانسفورمر بقى مثلا بالميجا فولت امبير، وانا عايز اقيس واعمل الكلام ده كله، ترانسفورمر بينقل مثلا او بي بيستيب اب او ستيب داون بقى في حاجات في رينج الكيلو فولت، من مثلا من 220 كيلو فولت او 6.10 كيلو فولت وهكذا. هتفرق فين؟ هتفرق في الكوست بتاعه الميجرمنت ديفايسز. انا اجيب فولت ميتر صغير كده حلو زي بتاعكم اللي بيقيس لحد 200 300 400 فولت، ولا هضطر اجيب فولت ميتر يقيس لحد 200 كيلو فولت ولا ارقام عاليه؟ فسعر نعم انا هحتاج الاميتر العكس بالظبط والاميتر العكس. ما انت فانت بتحاول تشوف بقى كبير وخلاص. ما هو حلو، بس كبير قد ايه؟ يعني انت خلي بالك ان انت هنا انت حاطط الريتد فولتج وساحب الريتد كارنت. حلو؟ سوري اسف، انت هنا هتحط قلنا الريتد فولتج صح؟ اه بس النوت كارنت بيكون كام؟ اقل شويه عن من 3 ل 5%. حلو؟ يبقى احط حاجه، لو انا تخيل تعالى كده، لو انا حطيت هنا ده اللي اوبن سيركت وده اللي انا بقيس من عنده، الفولت هيكون بريتد اللي هو كام؟ 10 فولت من 3 ل 5%، قول 5%، يبقى ده كام؟ 5 امبير. يبقى انا عايز اميتر 5 من 10 يعني كام؟ نص اوم، سوري نص امبير مثلا، بس عايز حاجه تقيس 100 فولت. كده كده ما هو نص امبير ده حاجه صغيره و5 امبير حاجه صغيره، صح ولا لا؟ يبقى احسن، يبقى الاميتر ما فرقش معايا كتير، بس الفولت ميتر من 10 ل 100 فرق ولا لا؟ يبقى عاده الاوبن سيركت تيست بيتعمل من ناحيه اللو فولتج سايد. ده العادي. ما لم يقول لك هو العكس. هو هيقول لك ان انا حطيت الاثنين في حته واحده في ناحيه واحده خلاص هو حب. بس هو الطبيعي اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل الاوبن سيركت تيست ناحيه اللو فولتج سايد. ليه؟ ان انا بضطر احط الريتد فولتج، يبقى لازم اخده ايه او احاول اقلل حجم الفولتميتر بتاعي فاخده من ناحيه اللو فولت. طيب تعال نبص على الشورت سيركت تيست. باشمهندس معلش، هو ده لو ستيب داون صح؟ يعني السبب هتختلف، هيبقى مثلا هناك هنا الفولت اعلى. لا ما انا دلوقتي هو الترانسفورمر، مين قال لك ان هو ستيب داون او ستيب اب دلوقتي؟ انا قلت لك ده ترانسفورمر، انا هحط السبلاي الناحيه دي واشتغل من الناحيه دي يبقى ستيب اب، احط السبلاي الناحيه دي واحمل من الناحيه دي يبقى ستيب داون. أيوة. بتاع تاني انا بتكلم بقى، وهو عندي مصمت كده في الهواء، انا احط حاجتي فين واقيس؟ طيب تعال نبص على الشورت سيركت تيست. انت لو جيت عملت على دايره شورت سيركت تسحب كارنت عالي قوي وممكن تحرقها. فانت لما بتيجي تعمل شورت سيركت تيست، وانا عامل قفله في الدايره عامل شورت سيركت اهو، معلش انت عارف انت تعبانه معايا يمين شمال رايح حاجه كل شويه. طيب لما اجي اعمل شورت سيركت فالكارنت مش عالي قوي، طب عشان اقلل واحمل الترانسفورمر ان هو يتحرق بنعمل ايه؟ عمري ما احط هنا ابدا ريتد فولتج، بحط ريديوسد فولتج، فده بيكون ريديوسد فولتج، بحيث ان انا الكرنت اللي اسحبه يكون اقل من او يساوي الريتد كرنت. يبقى انا في الشورت سيركت تيست بقى عكس الايه؟ الاوبن سيركت تيست. هنا بحط الريتد فولتج واسحب كده كده كرنت قليل. هنا انا هظبط حالي ان ابقى في حدود الريتد كرنت والفولت بيكون قليل. يبقى لما اجي اعمله في انهي ناحيه؟ انا هحط الريتد كرنت، يبقى لو حطيته الناحيه دي ال 10 انا كده كده هقللها، هاخد مثلا نصها او 30% منها او 20% منها، يبقى هاخد من ال 10 دي 2 فولت.
بس هاخد ال 100 امبير يبقى احتاج اميتر كبير ولا لا؟ غير لما اجي هنا ال 100 دي انا هحتاج 20 فولت، باخد ايه 20 فولت. مش حضرتك قلت من حتى اقل من البيت ايه؟ اقل من او يساوي، بس بتكون في حدود الريتد عشان الباور لوسز او الكاب لوسز نقصها تقريبا هي البي كابر عند الفلود تقريبا لو انا حبيت اجيبها على طول. يبقى دوت احتاج لو قلنا ان هو الورست كيس ان هو الريتد كارنت، يبقى انا هحتاج اميتر يقيس 10 امبير. انهي احسن، اجيب فولت ميتر 20 مع اميتر 10 ولا فولت ميتر 2 مع اميتر 100؟ مين احسن؟ 20 و10 الناحيه دي، ما اصل 20 مش رينج عالي قوي وال10 حلو قوي، احسن ما اجيب لي ال100 صح؟ يبقى عادة الراجل دوت بيتعمل فين؟ الناحية دي اللي هي ناحية الايه؟ للهاي فولتج سايد. يعني هنعمل الشورت سيركت هنا هو ناحية اللو فولتج سايد، يعني اه يعني الشورت سيركت نروح نعمله انا دي كده اللي هي الناحية اللي انا بقيس منها. يعني في الرسمة دي هنعمل الشورت سيركت هنا. هعمل الناحية دي واقيس من ناحية الهاي فولتج سايد. العكس الناحية الثانية في الاوبن سيركت هسيب دي مفتوحة واقيس من اللو فولتج سايد. لا مش فاهم معلش. ماشي الاوبن سيركت في مشكلة؟ اوبن سيركت هحط الحاجه بتاعتي اللي قيس منها ناحيه اللو فولتج سايد، يعني هنا اهو هنا احط الفولتميتر والاميتر واسيب ده مفتوح. في حاله الشورت سيركت تيست هعمل العكس، هعمل الشورت سيركت هنا وهقيس من ناحيه الهاي فولتج سايد، يعني هنا احط الفولتميتر والاميتر هنا. ماشي بس الكرنت اللي انا هقيسه من هنا ده عباره عن انهي كرنت؟ الاي شورت سيركت؟ اه هو مش ده شورت سيركت اسمه اي 2 شورت سيركت، يبقى دوت اي 2 داش لحد الشورت سيركت. فانا هجيب كل اللي يفرق بس معايا ان انا بقيس البارامترز اللي هي ديت اللي هي الار شورت سيركت دي ريفيرد ناحيه السكند، ده السكند او شامل احنا ما نعرفش بقى ناحيه الهاي فولتج وخلاص. في الاخر هريفير بقى يا اما ريفير دول لدول او دول لدول زي ما انا عايز. هم دول بيشتغلوا عند ناحيه معينه يعني او يعني لازم اعمل لهم ريفيرنج لحاجه معينه؟ احنا قلنا بقى ما احنا لو ما عملناش ريفيرنج كده بقى عندك البارامترز في شويه، يعني مثلا لو فرضا انا هشتغل بالمنظر ده كده خلاص هو دوت ان ده البرايمري وده السكندري، وانا دوت بيكون ريفيرد للو، بقت الدايره عندي عامله ازاي؟ ان انا عندي ادي الار بروبلم مثلا اهو كده اهوت، وادي الار سي والاكس من الناحيه دي، فانت شغال بدايرتين متصلتين برضه، واحده ناحيه اللو فولتج سايد وواحده ناحيه الهاي فولتج سايد. طب عايز تظبطها ريفير واحده للثانيه وهكذا. يا باشمهندس معلش اخر سؤال. معلش يا باشمهندس، لما يقول لي الكرنت 3 to 5% دي من ايه بالظبط؟ من الريتد كرنت. انه لود كرنت بتاع الترانسفورمر بيكون من 3 ل 5% من الريتد كرنت، لان دايما قيمه الار سي والاكس ميو بتبقى كبيره قوي كومبيرنج بالحاجات اللي هنا، فموست اوف ذا كرنت بيمشي في الايه؟ في البرانش. تمام. هو ليه هنا الريتد كرنت؟ انا اللي عايز اعمل كده. لما انا عامل شورت سيركت، فلو سبته شورت سيركت الطبيعي يحصل ايه؟ اللي هي قافله يعني يسحب كرنت عالي قوي، فانا هقلل الفولتج ده اقعد اقلل فيه اقلل لحد ما الكرنت هنا يكون اقل من او يساوي ريتد كرنت، عشان ما احرقش الترانسفورمر. ما انا لو انا كنت حطيت الريتد فولتج اللي هو مثلا ال 100 فولت في حالتي هنا 100 وهو شايف الفيرس بزيرو تقريبا، هيسحب الكرنت عامل ازاي؟ 4 5 10 اضعاف ريتد كرنت الله اعلم، كرنت عالي قوي حرق الترانسفورمر. طب عشان احميه اقل ده بحيث ان حافظ على ده اقل من او يساوي ريتد لا للهاي فولتج. هو سكند ولا برايمري دي قصه ثانيه. مثلا المساله عامله كده ولا كده 100 ل 10 ولا 10 ل 100 دي بتاعت انا. هيبدأ صح لبعض، هيبدأ صحيح لبعض.
طب مساله 6 مش طالب منك حاجه غير انك تحسب بس الايكوبلنت سيركت بارامتر بتاعت الاي ترانسفورم، يعني عباره بس ان يعني دي تعتبر حته من مساله كبيره، هو بس وجد لي بالسيستات اللي عندك دول الايكوبلنت سيركت بارامتر. بعد كده ممكن يطلب منك ايه بقى؟ بما انك جبت الايكوبلنت سيركت بارامتر يعني انت بقى عارف الار 1 والار ايكوبلنت والاكس ايكوبلنت وعارف دول، مش ممكن بقى يطلب زي ما عملنا المره اللي فاتت لو انا عندي الفولت هنا كذا واللود باور فاكتور كذا وجد لي الفي 1 فتحسب ده زائد الدروب اللي انا يجيب ده صح كما عملناه قبل كده. يبقى بس دي مجرد انه بيخليك تحسب الايكوبلنت سيركت بارامتر. بيقول لك عندك ترانسفورمر الريتد باور بتاعته 500 كيلو فولت امبير هو 2300 ل 230، يبقى من هنا كده على جنب ان الاي بتاعتك بكام؟ اللي هي طبعا ان 1 على ان 2 بتساوي كام؟ 10. طيب قال لك الاوبن سيركت تيست معمول بالطريقه ديت طيب اوبن سيركت تيست اهو معمول ودي الفاز اللي موجوده عندك. فهو قلنا الاوبن سيركت تيست الطبيعي بيتعمل عند الريتد فولتج صح اللي هو 230، هو فين هو عملها اي ناحيه؟ ناحيه ده اللي هي السكندري بتاعي مثلا، انا خلاص هعتبر بقى ان ده البرايمري والسكندري يبقى ناحيه السكندري بتاعي، يبقى هو عمل ناحيه اللو فولت سايد ناحيه السكندري ومديك الحاجات اللي قلت لك عليها اللي هي الباور والكرنت والفولتج. خلاص بقى شغله على طول بقى، يبقى ادي الاوبن سيركت تيست بتاعي هقول لك ان انا عندي الباور بتساوي الفي في الاي في كوزاين فاي يعني 2250 بتساوي 230 في الكرنت اللي هو 94 في كوزاين فاي. تعرف تطلع الفاي ديت ترجع تقول لي ان الار سي ريفير او الار سي ريفير ناحيه الايه السكندري بقى مش تبقى عارف بتساوي الفي نوت على اي نوت كوزاين فاي يعني عباره عن ال 230 على الاي نوت اللي هو 94 في الكوزاين فاي اللي انت جبته من هنا، ونفس الكلام الاكس ميو هي عباره عن الفي نوت على اي نوت في ساين فاي اوبن سيركت تيست طلعت ديت كده الاوبن سيركت تيست. نفس الكلام الشورت سيركت تيست زي ما هو مكتوب عندك هنا يبقى البي شورت سيركت بتساوي في فاي في كوزاين فاي او ده مش هكتبها كده خليها زي المحاضره طب في شورت سيركت هو عملها قلنا على ادي 100 فولت 230 قلنا الديفولت انها بتتعمل ناحيه ما انا بيقول لك حاجه غير كده او تبص على الفيرج اللي عندك ال 230 ديت ده الكرنت اللي هو ناحيه مين؟ ناحيه الهاي فولتج ده كده اللي هو الريتد كرنت على الناحيه دي، وهو كل اللي عمله ان انا حطيت 100 فولت بدل ما كان 2300 بالظبط كده، يبقى دوت ريفير ناحيه البرايمري بتاعك او ناحيه اللي هو الهاي فولتج زي ما اتفقنا. يبقى انت عندك برضه 9 امبير بتساوي ال 230 فولت في الار كوفلنت ناحيه البرايمري اللي هو الهاي فولتج سايد، ومن هنا طلع الار كوفلنت بكام؟ وانا عرفت من سريع وبعد كده الزد شورت سيركت هي عباره عن الفي يعني ال 100 على ال 230 بتعمل عند الهاي فولتج سايد. ماشي. انا باخد نسبه كارنت قليل واسحب كل الريتد كارنت بتاع
الكنترول بتاعها ناحيه هاي فوتو سايد. فخلاص يبقى دوت ناحيه الفايل اللي هو بالنسبه لي خلاص سميت ده 1 وده 2 انا خلاص عايز التحديث انت عشان هو بيتعمل ناحيه الهاي فوتو الهاي فوتو سايد. بس كده هو حضرتك قلت ان المفروض اخد فولتج يكون قريب من الريت. لا قليل وكرنت قريب من الريت. الفولتج هو قليل بكام بقى؟ انا حرفيا اخدت 100 بدل 1300 مش كرنت 230 امبير. طب معلش عشان صحيح شفت 230 وقلت لا دي قريبه من عند البرايمر ازاي؟ لو حد معاك كليتو يحسب يقسم يعني يحسب ريت الكرنت بتاع الناحيتين يقسم ده على دوت او ده على ده ويجيب ريت الكرنت بتاع الناحيتين هيلاقي هو بتاع ده. طيب ده يطلع كبير قوي اكتر من كده بكتير. بس مش طيب. المفروض بعد ما جبتهم بالنسبه يعني لانهم بقى الوان عشان عايز استخدمهم في مسار طب ما انا لسه ما كملتش. انا جبت ده بالطريقه دي جبت دي بالطريقه دي في الاخر لازم اوحد يا كلهم يكونوا ريفيرد ال2 يا كلهم ريفيرد ال1 على حسب ما هو هيطلع. هو هنا قايل لك في المساله هات الكونت سيركت بارامترز ريفير تو البرايمري يبقى انا عايز كله للبرايمري. طب مش دول اوريدي ناحيه البرايمري خلاص اللي هو الار كونتكس اكوفلنت دول خلصوا كده دولت ناحيه السكندري عايز اجيبهم ناحيه البرايمري بقى بعمل ايه؟ اقول بقى ان الار سي ناحيه البرايمري عباره عن ار سي بتاعت السكندري ان 1 على ان 2 الكل سكوير يعني عباره عن الرقم اللي انت جبته قبل كده اللي هو الار سي 2 في 2300 على 230 الكل سكوير يعني كانك تضربها في 100 فتطلع 2 3 5 1 ونفس الكلام الاكس ميو ناحيه البرايمري هي عباره عن الاكس ميو من السكندري في ان 1 على ان 2 كل سكوير بتساوي بس كده مسألة خلاص كده بقى انت عندك الدايره كلها بتاعتك بقت عامله كده اهو ار سي ريفرد للبرايمري اكس ميو برايمري ار اكويفلنت برايمري اكس حل بقى زي ما انت عايز. فهي مساله 6 كده خلصت بس مساله 7 خلاك تعمل التستات زي ما هي تاني وقال لك بس بكل بساطه ان هو يعني ده كده اللي زاد في مساله 7 عن المساله دي قال لك بقى بعد ما تحسب البرامت بتاعت الترانسفورمر فانت هتمشي بنفس الطريقه وجبت الكلام ده قال لك اسيوم ان الترانسفورمر بيغذي لود بكذا يبقى انت مدي لك الاس بتاعتك بالباور فاكتور بتاعك وانت عارف الباور اللي موجوده هنا والفولتج اللي هو موجود هنا اوجد بقى الفولتج عند البرايمري والكرنت في حاجه تفرق عن اللي عملناه المره اللي فاتت خلاص ما انا عارف الاس والباور فاكتور بتاعها الاس على الفي جبت الكرنت اللي ماشي من هنا يبقى انا جبت الاس وجبت الكرنت يبقى الفولتج زائد الدروب اللي موجود هنا جبت الفي 1 اقسم الفي على ار سي واكس ميو جبت الاي نوت اجمع الاي نوت مع الاي هنا جبت الاي 1 وهكذا نفس اللي عملناه المره اللي فاتت بالظبط. هو احنا لسه قدمت الاس هو جيب الاس هو بيقول لك ان ده عندك مساله 7 بيقول يعني بيسبلاي ا لود اوف 100 كيلو فولت امبير خلاص هو ده فول لود ايه فول لود لا 100 وخلاص هو هنا في المساله بالصدفه هي ال 100 ال 100 نفسها الفول لود يخص بس افرض قال لك انا شغال عند 50 كيلو فولت امبير والترانسفورمر ريت بتاعه 100 انا حر اه دي لسه الريت ده ايه اس جيفن اه دي اس جيفن هو قال لك ان انا شغال عند اس قيمتها بكذا 100 كيلو فولت امبير بباور فاكتور 0.8 يبقى الباور بكام؟ هي ال 100 في ال 0.8 جبت الباور اقسمها على او اقسم الاس على الفي وجبت الكرنت وكمل بقى زي ما انت عايز بعد كده. فانت محتاج الاس عشان تقسمها على الفي تجيب الكرنت كماجنتيود الباور فاكتور عشان تجيب زاويه الكرنت وتجمعها بقى بعد كده بالكلام ده. ان هي بالظبط مساله 4 و 3 اللي عملناها المره اللي فاتت بالظبط. فيها مشكله؟ حد مش فاهم التست اللي بنعملها ايه عشان نطلع البارامترز وبنكمل بعد كده ازاي؟ طيب. الباور فاكتور بيديني الباور فاكتور ليه؟ الباور فاكتور فالبي بتساوي الاس في كوزين فاي اللي هو الاس في الباور فاكتور المره المليون اللي اقولها طيب باشمهندس حضرتك راجع لنا على مسألتك بسرعة عملنا ايه بسرعة؟ لا تاني عوضت الدول بس اه بس طيب يا باشا ده عوضت باور سيركت عند اللو
الايه؟ عند اللو فولتج. عند اللو فولتج باور في اي جبت الار سي والاكس بي بالكلام ده. فانا اهو ادي في كارنت وباور اهم مشيت كده جبت الار سي والاكس بي بس اللي هم عشان انا حاطط الريتنج فولتج اللي هو 230 ناحيه اللو فولتج سايد فدول اللي فرد رقم 2 فار سي 2 اكس بي 2 عملت الكلام دوت تاني ناحيه الهاي فولتج سايد باور في واي اشتغلت بالطريقه دي ادي باور وفي واي جيفن عندي ادي باور وفي واي حتى شورت سيركت تيست ريفيرد لي الهاي فولتج سايد الهاي اللي انا بديه رمز 1 رحت حليت وطلعت اكس اكوفلنت واي اكوفلنت 1 ومش هحولهم بقى وقفت لحد كده وقفت لحد كده انا عايز اكمل ازاي بقى على حسب المطلوب المساله او على حسب ما هيقول هو قال لك هنا ريفير كل حاجه ناحيه البرايمري الفريمري بالنسبه لي اللي هو ده فبقى انا عايز كل حاجه ليها رمز 1 ده اوريدي 1 زي الفل سيبه 1 سيبه ده كان 2 ما ينفعنيش فرحت عامل تحويله بالطريقه دي ده كان 2 حولته بالطريقه دي كده بقت عندي الدائره كامله ولا لا كلها ريفيرد ناحيه ال1 مش فاهم احنا ليه قلنا شورت سيركت تيست ريفيرد ناحيه ال1 احنا من شويه قلنا هاي فولتج سايد ما عشان الريت كارنت بتاع ده وبتاع ده شوف الريت كارنت بتاع الناحيتين دول هتلاقي دوت قريب من ده ده هتلاقيه اكبر من كده بكتير انا ما معيش كالكوليتر بس يعني ممكن ها هو كان في بس سؤال في السكشن اللي فات كان مساله 4 في شيت 1 تقريبا المفروض ان هو كان مدينا جيفن في اللود 2 كانت الكيو اللي هي ايه دي اي ار البيانات بتاعتها كيلو فار أوكي. ماشي فحضرتك لما جيت انا نقله لحضرتك الكلام ده البي كنت حضرتك ضربت كيو كوزاين فاي على طول يعني هتبقى يا هنا بدل مثلا المفروض تقس تان البي والكيو حركتهم تاني الفار تان فين السكشن يعني كده تاني المساله كانت كام 4 كنت فاكر ان لها حتى وقفت كتير عندها لو استغربتها طب يعني maybe اكون عملت كده بس انا مش فاكر طبعا المفروض 4 تقريبا مش بص هو ده اسمه الباور ترينجل تحسبها زي ما انت عارفه بقى باور كيو وادي الباور فاكتور اهو فقلت جبت دوت الفاي الفي هي كوزاين اس كوزاين فاي انا كان عندي جيفن الكيو فيبقى كيو على الفي بتساوي 10 دي انا كنت بتاع كوزاين انا غلطان خدت ده خلاص طب ما خلاص يا ابني مساله 4 2 اي حاجه هم يعني مساله ما كان في كيو انا عملتها لك
طيب الحاجة الأخيرة اللي هنتكلم عنها اللي هي الفولتج ريجوليشن، اللي هو أنا حصل لي فاريشن في الفولتج سواء بقى دروب أو رايز على حسب أنت شغال لاجنج ولا ليدنج باور فاكتور، حصل لي تغير قد إيه في الفولتج عن اللي أنا كنت متوقعه من الأيدا ترانسفورمر. أيدا ترانسفورمر مثلا بنتكلم على زي ما قلنا مثلا من شوية 100 ل 10، فأنا هدخل 100 نقل الثانية الناحية الثانية ب 10، ال10 فولت اللي بتاعت السكند ديت لما اعمل لها ريفيلنج تبقى بكام؟ ب 100، يبقى 100 ناقص 100 بكام؟ ب 0. فالمفروض ان الايدل ترانسفورمر يديك فولت ريجوليشن ب 0، ليه؟ لان ده مش موجود فما فيش فولت دروب. الفولت اللي انا حطيته هو نفس الفولت اللي انا شايفه من الناحيه الثانيه ايه طالع الناحيه دي، بس نتيجه لوجود الحته دي بقى في فرق جهد بينهم، هو ده اللي اسمه الفولت ريجوليشن. فكل ما الترانسفورمر يكون كويس متصنع كويس يبقى ده يكون ايه اصغر ويكون احسن. فهو الديفينيشن بتاع الفولت ريجوليشن هو عباره عن الفولت عند النو لود ناقص الفولت عند اللود از ا برسنتج من الفولت عند النو لود، يعني في 1 ناقص في 2 داش على في 1 كبرسنتج. طب هو اصلا في 1 بيساوي كام؟ من الابروتش من الكوفرنس سيركت في 1 بيساوي في 2 داش بلس الدروب اللي حاصل هنا اللي هو ده. فانا هرسمها كفيزور دياجرام، انا راسم لللاجن باور فاكتور، ادي الفي 2 داش اهو الكرنت لاجنج، فادي اي 2 داش اتجاه في الاتجاه ده وزاويه فاي. يبقى لما تيجي تحسب الدروب عندك في 2 داش اتجاهه اهو. لو عايز ارسم بقى المعادله دي فيزور اي في ار، مش ده كده يعتبر ريزيستنت فولتج دروب ولا لا؟ يبقى ان فيز مع الكرنت صح. يبقى ادي الار، يبقى ادي الكرنت اتجاهه كده، يبقى عندي الطول ده اسمه اي في ار في اتجاه الكرنت اهو. طيب واي في جي اكس يبقى دوت اندكتيف فولتج دروب ولا لا؟ يبقى الفولتج ليدنج للكرنت ب 90 درجه. يبقى ادي اتجاه الكرنت عمود عليه 90 درجه، طلع الايه الاتجاه ده اللي هو عباره عن اي في اكس. يبقى الفي 2 داش زائد الاي في الار زائد الاي في الاكس مجموعهم الثلاثه يدوا الفي 1 ولا لا؟ يبقى ده كده اللي انا رسمته اللي هو 1 2 3 ادي الفي 1 اللي انا موجود عندي. معلش ممكن بس الفيز دايجرام تاني؟ الفي 2 داش اهو بالظبط. من اني المركز ايه؟ من اني المركز انا خدت ريفرنس انا المعين فيتو داش خدت الريفرنس عندي اي في ار صح؟ اه ازازه الفولتج دروب. عشان انت بتيجي تجمع اي فيزور بتيجي ايه؟ ادي واحد من نهايه الاترسم الثاني الثالث وتجمعهم، فعايز اجمع اي في ار زائد فيتو داش يبقى دوت ريزيست الفولتج دروب. يبقى انفيز مع الكرنت ولا لا؟ فالكرنت اتجاهه كده هو لاجنج باور فاكتور على 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 حسب اللود. ما انا المساله بتاعتي بتبدا بالفولتج والكرنت بتاع اللود، يبقى ده انا عارفهم هم. فاي في ار اتجاهه عامل كده. طب واي في جي اكس يبقى ليدنج للكرنت ب 90 درجه، يبقى الكرنت اتجاهه دي ب 90 درجه، يبقى كده ادي اتجاه الاي في الجي اكس. مين اللي بيليد الكرنت؟ معلش الفولتج مش في فاكر لما قلنا زمان ادي الفي وادي الاي بتاع الكويل، ادي الفي وادي الاي سوري وادي الاي بتوع الكاباسيتور، الكرنت هو اللي بيليد الفولتج. هنا في حاله الكويل يبقى الفولت هو اللي بيليد الايه الكرنت. فانا بتكلم على الفولتج اللي على الاكس ديت تبقى ليد الكرنت اللي ماشي فيها عامل كده. تمام. يبقى الفي 2 داش الاي في الار الاي في الجي يدي الفي 1 هو ده. فانا عايز احسب الحته اللي اسمها في 1 ناقص في 2 داش. في 1 لو اسقطته في اتجاه الفي 2 داش يدي الحته دي اللي هي من اول هنا كده لحد هنا. طب الحته دي بكام؟ ممكن تقسمها حتتين، هو عباره عن الاي في ار دوت كوزين الزاويه الصغيره دي اللي اسمها الفاي زائد الاي في اكس لما تسقطه كده، او ممكن اريح نفسي مش هو الزاويه دي مش قلنا ده كده اسمه اللي هو الامبيدنس تراينجل، ادي الار وادي الاكس يبقى دي اسمها الزد صح؟ فدي الار ايكوفلنت ده الاكس ايكوفلنت يبقى دي اسمها الزد ايكوفلنت بتاعت الترانسفورمر صح؟ فانت المثلث ده اهو المثلث ده كده اهو يبقى الحته دي اسمها اي في زد. يبقى اي في زد ديت لما تسقطها هي تديك الحته اللي بين النقطتين دول ولا لا؟ ها حد تاه مني ولا كله معايا؟ تاني هرسم الرسمه دي من غير التفاصيل دي. بقى عندي الفي 2 داش اللي هو من هنا لحد هنا، هنسمي ده سب او، هنسمي ده اي، هنسمي دي بي، هنسمي دي سي. او اي اهو من ال سي ده اسمه ايه؟ اي في زد صح ولا لا؟ خلاص
يبقى انا صح ولا لا؟ طب الزاويه دي اللي هي فين هنا؟ اللي هي الزاويه دي الحته الصغيره دي. طب دي بكام بقى؟ مش دي عباره عن الحته الكبيره دي ناقص الحته الصغيره اللي هي هنا؟ طب الكبيره دي اللي هي فين؟ هي ديت اللي هي سيتا شورت سيركت اللي كنا جبناها من شويه. والحته الصغيره دي اللي هي النقطه دي مش هي نفسها دي ولا لا؟ اللي هي قلنا دوت الفيز معنا اللي هي الفاي صح؟ يبقى الزاويه اللي انا محتاجها اللي هي ديت عباره عن ايه بقى؟ عباره عن سيتا شورت سيركت ناقص الفاي، عباره عن زاويه الامبيدنس بتاعت الترانسفورمر ناقص زاويه الباور فاكتور بتاعه. انا في الحاله دي ممكن اجي اكتب بقى في الاخر ان الفولتج ديفيشن بتاعنا بتساوي اي تو داش في الزد اكوفلنت في كوزاين سيتا ناقص الفاي على في 1. طب وزي ما عملت في الباور من شويه ان الاي تو داش او الاي دوت ده الكارنت اللي انا ساحبه هو قد ايه من الريتد كارنت، يمثل قد ايه من الريتد كارنت عباره عن علاقه بين الكي اللي هو اللودنج فاكتور صح؟ فهشيل برضو نفس الكلام ده واحطها كي في الاي تو داش في اللود في الزد اكوفلنت في كوزاين فاي سوري كوزاين سيتا ناقص فاي على ال V1. يبقى ده كده الاكسبريشن الجنرال بتاع الايه؟ الفولتج جروب. ممكن تحسبه من هنا او ممكن تحسبه من هنا لو انت اصلا في المساله كنت حاسب ال V1 وال V2 داش. يعني مثلا مساله ما من المسائل زي اللي كنا شرحناها من شويه دي، حسبت انت الايكوفلنس سيركت بارامترز وقال لك ان اللود مش عارف بيساوي كذا، فانت جبت V2 داش ورحت جامع عليه الدروب وجبت V1 وجبت I1 وحليت المساله كلها على بعضها. قال لك بعد كده المطلوب الاخير مثلا هات الفولتج ريجليشن، مش لازم ترجع تقعد تحسب الزد السيتا وتحسب الزد وتحسب كده. طب ما انا عاوز فضعته، ما انا اوريدي جبت الفي 2 وجبت الفي 1، اخد ماجنتيود ده ناقص ماجنتيود ده على ده يبقى انا كده جبت الايه. فانت اتصرف على حسب ظروف المساله، استخدم ده استخدم ده على حسب انت كنت جبت قد ايه قبل كده وايه اللي انت عارفه، فما تعملش خطوات زياده ودعوه. طيب من هنا امتى اخد الماكسيمم فولتج ريجليشن؟ ايه هو الحمل اللي احطه على الترانسفورمر بتاعي يديني الماكسيمم فولتج ريجليشن؟ لما يكون الكوزاين بواحد يبقى فوز سيتا شورت سيركت بتساوي فور. مش ممكن سي الابسلون ار ديت ازاي؟ فيك ابسلون ار دي. يعني رمزي بس للفولتج ريجليشن. لا اللي تحت الايكويشن دي اللي فيها جبناه ازاي من الحوار اللي احنا عملناه من شويه؟ ما هو اللي هو الكوساين. انا سالت حد كله اتهم مني قلت اه ليه؟ ايه ده؟ لا لا انا فهمت ده. ما هو ده هي دي. انا شلت بقى الفي 1 ناقص في 2 داش اللي هي الحته دي اللي هي طلعت الاي زد في كوساين الزاويه دي. مش بالنيجاتيف. يعني ايه بالنيجاتيف؟ اه لا هي اه في 1 هي المهم تمام ماشي بس مظبوط. طب بما انك جبت سيره النيجاتيف، طب انا هنا رسمت الرسمه واثبتها في حاله اللاجنج باور فاكتور. لو ليدنج باور فاكتور يعني ده كده ناقص او زائد على حسب. الناقص في حاله الباور فاكتور لو لاج، الزائد في حاله ان هو ليدنج. اشكروني بقى يا جماعه. انا عندك في المحاضره. يبقى عشان اجيب الماكسيمم فولتج ريجريشن لازم يكون الكوزاين بواحد، يعني اللي جواه بزيرو، يعني يكون الفاي اللي شغال عنده بيساوي السيتا شورت سيركت. وعشان اخد فولت فيبريشن بيساوي زيرو يبقى لازم يكون الكوزاين بيساوي زيرو، يبقى لازم اللي جواه يساوي 90 درجه، يعني لازم يكون السيتا زائد الفاي بيساوي 90 درجه. ومن هنا ان الباور فاكتور اللي يحصل عنده زيرو فولت فيبريشن هو عباره عن الفاي ده بيساوي كام؟ 90 ناقص 6 شورت. عشان تاخد زيرو باور زيرو فولتج ريجوليشن لازم يكون اللود بتاعك ليدنج باور فاكتور، عشان كده حطيتها بالزائد. بس ادي كده الفولتج ريجوليشن، ادي القوانين بتاعته. هو عباره عن ايه كديفينيشن؟ استنتجت الحته دي من الفيزر دايجرام بتاعه عشان احطه في الاخر فانكشن في الايكوفلنت سيركت بارامترز واللودنج فاكتور اللي انا شغال بيه. فاهم مشكله؟ حد مش فاهم دي؟ المسائل بعد كده تعويض بقى في الايه في الكلام دوت. وزي ما قلت لكم لو انت فهمت الكونسبت حطيت القانون عرف جه منين، الباقي كله اصله لازق وتقعد تعوض في القوانين مع بعضها. طيب
هو عادة الميد ترم بيدخل لحد فين؟ لحد ما هو انا كنا هنجيله اصلا باشمهندس. حضرتك؟ ايه هو ده؟ ده باشمهندس هو في السلايد بتاعت الدكتور كان كاتب المفروض يبقى فيه كويز في رابع اسبوع اللي هو الجاي ده صح؟ ايه ده هو في كويز الاسبوع الجاي؟ يعني رابع اسبوع بالنسبة للسكشن؟ خدوا الحاجات الإدارية دي يعني نخلص ونقعد نحكي في الحاجات اللي بتعمل قلق. طيب مسألة رقم 8 أو رقم 9 بيقول عندك سنجل فيس ترانسفورمر الريتد باور بتاعته كذا هو 220 ل110 يبقى أنا تنزل الإي بتاعتي أو الريشيو بتاعته كام؟ 2 باتنين عرفتها دي كده على جنب يبقى الاي بتاعتي باتنين لو حبيت استخدمه في اي حاجه بعد كده. قال لك ان الماكسيمم افشنسي بتحصل عن لودنج 50% يعني انت النقطه بتاعت الماكسيمم دي بتحصل عند كيب كام؟ بنص. ادي اول معلومه قالها لك. تاني معلومه قال لك ان الماكسيمم افشنسي عند الماكسيمم المثل افشنسي قيمتها 98% يعني دي كده 98% عند لما يكون اللود ليه باور فاكتور 0.8 لاج. يعني معلومه ثانيه شكرا. المعلومه الثالثه قال لك ان الفولت او الماكسيمم فولت ريجوليشن قيمته 5% لما يكون شغال عند الفول لود. فول لود يعني الكيب كام قلنا؟ بواحد. ما لو انا عند الفول لود يبقى ده هو نفس الفول لود يبقى الكيب كام؟ بواحد. وقال لك ان النو لود باور فاكتور يعني لو انا شغال عند النو لود اللي هي كانها بالظبط الايه الاوبن سيركت تيست. النو لود يعني ايه؟ ده مفتوح مفيش حمل. يبقى الدايره الوحيده عندي هي فين؟ الحته دي. فالباور فاكتور بتاع الحته دي اللي هي الكوزاين فاي نود يساوي كام؟ 0.1. يعني كانه بيدي لك الباور فاكتور بتاع ايه؟ الاوبن سيركت تيست اللي عملناه المره اللي فاتت. اوجد لي بقى ايه؟ هو عايز منك البي اير والبي كابر في اللوب. عايز منك الاكويفلنت سيركت بارامتر. طلب الثلاث حاجات دول. طب نمسك حاجه حاجه. اول حاجه انا عايز البي كابر فول لود والبي اير. دول هجيبهم ازاي؟ ما عنديش غير حل من الاثنين، يا اما يكون عندي الايكوفلنت سيركت بارامتر وعندي فولت انا حاطه فانا عارف الكرنت اللي ماشي فارجع اقول ان البي اير بتساوي في 1 سكوير على ار سي والبي كابر بتساوي الاي سكوير في الار ايكوفلنت صح؟ طب هل الكلام ده عندي متاح؟ يبقى انسى الكلام ده. فهلجا لمين بقى؟ الاكسبريشن ده مع ده على حسب اللي جيفن عندي. ايه اللي موجود؟ اول حاجه ان الماكسيمم ربيع تاسع عند الكي بتساوي نص. يبقى اول حاجه ان الكي اللي بيحصل عندها الماكسيمم افشنسي بتساوي كام؟ بتساوي نص. يعني بتساوي اللي هو الروت بتاع البي ايرون على البي كابر كله. معادله في مجهولين خلاص شكرا على جنب لوحدها ما تنفعش. طب ايه المعلومه الثانيه؟ ان الماكسيمم افشنسي 0.85 عند باور فاكتور بكذا. طب ما هي الماكسيمم افشنسي بتساوي الكلام ده. طب ايه اللي انا مش عارفه فيه او ايه اللي انا عارفه؟ احنا هنعوض بيها. الماكسيمم افشنسي قلنا بتساوي الكي ماكسيمم في الاس في اللود في الكوزاين فاي على الكي ماكسيمم في الاس في اللود في كوزاين فاي زائد 2 بي اي. معوض الكي ماكسيمم كام؟ 0.98 زائد او بتساوي الكي ماكسيمم بكام؟ بنص. اس في اللود بكام؟ 55. 55.
في الكوزاين فاي اللي هو قال لك عند البوينت 8 ناجم عند البوينت 8 على نفس الكلام تاني اللي هو نص في 55 في بوينت 8 زائد 2 بي اي بي اي. هي مشكله معادله في مجهول. من هنا هتطلع ايه ان بي اي بكام؟ ده ايه بالرقم ده؟ جبت البي اي. طبعا خلي بالك وانت بتحل هنا كاتب 55 فده 50 كي، فاللي هيطلع لك هنا هيطلع لك في الاصل 0.24 فانا ضربت في 10 او في 1000 طلع ايه في الاخر كده. يبقى اللي بقى من هنا بما اني عرفت دي اعرف اجيب دي ولا لا. يبقى على طول البي كابر اللود هي عباره عن البي اي على الكي ام. دي انا عرفتها والكي ام عندي بنص بتاع البي كابر في اللود 8 ادي اول مطلوب. فيها مشكله؟ مش مصنعش. هو اما قال لي 0.8 لاج، لاج دي هستفيد بيها في حاجه؟ لا حاليا لا، لان هنا القانون ده ما فرقش لاج ولا ليد. ممكن يفرق معاك حاجه زي طيب. فيها مشكله؟ اي سؤال؟ يبقى قص ولزق في الايه في القانونين دول مع بعض. ده انا عارف ده مش عارف ده، خلاص حطيتهم جبتهم. اللي بعديه عايز الايكوفلنت سيركت بارامترز، يعني عايز الار ايكوفلنت والاكس ايكوفلنت. بجيبهم ازاي؟ يا عندي التستات اطلع منها البارامترز. هل الكلام ده حاصل؟ مش موجود. طب ايه تاني فيه؟ شفت فيه الكلام دوت اهو اهو. لو انا عارف الايه الحاجات دي، طيب مش انا عارف البي اير؟ يعني ممكن اقول ان البي اير بتساوي كام؟ بيساوي في 1 سكوير على ال ار سي. البي اير او الار سي هي عباره عن البي 1 سكوير على البي اير، يعني عباره عن في 1 بكام او فيهم بكام ب 220 سكوير على البي اير اللي هي 224.5. هجيب الار سي ده كده الار سي. طب ايه تاني ممكن استفيد بيه عشان اجيب الاكس ميو؟ ينفع اجيبها ولا ما ينفعش؟ هستغل بقى الحته دي. احنا قلنا ده اللي هو مين؟ قال لك النو لود باور فاكتور. مش احنا كنا في النو لود كنت كان ببقى في الطبيعي في التست الطبيعي بيديني البي نوت والفي نوت والاي نوت وانا منهم اجيب الكوزاين فاي نوت صح؟ طب ما هو رايحك واختصر لك الخطوه دي وجاب لك الكوزاين فاي نوت مره واحده. يبقى تعرف تجيب الفاي نوت ولا لا؟ هجيبها هعمل كوزان انفست الرقم ده. فالفاي نوت لما اعمل كوزان انفست البوينت 1 طلعت 84.2 سنتي. طب مش احنا من الباور تراينجل انا عارف ان التان فاي نوت هو عباره عن الاكس ميو على الار سي. عارف انت دي وعارف ديت، من هنا تطلع ايه الاكس ميو. عرفنا ايه؟ ما هو دوت زي مش انت عندك الباور تنجل اهو ادي الاكس ميو ودي الار سي ودي الفاي نوت اللي هو مديها لك اللي هي زاويه الباور فاكتور. الزد ما تفهم بغض النظر الكورة بتاع الاثنين دول مع بعض. تمام؟ فانت كده جبت الفاي نوت جبت الاكس ميو بالرقم ده خلاص؟ مش الـ مش الـ مش الباور فاكتور ده بيبقى بتاع الار ايكوفلنت والاكس ايكوفلنت. لا هو اي اليمنت ار واكس انت مزيك الزاويه بتاعته خلاص. يعني اقول لك حاجه، مش احنا كنا جايبين في الاوبن سيركت تيست قلنا ان البي هي الفي او كانت الار سي هي عباره عن الفي على اي كوزين فاي نوت والاكس كانت بتساوي الفي على اي ساين فاي، فهو مديك الفاي على طول وانت عارف الار ومع الفاي نوت جبت الاكس بتاعتها اللي ايه التان بتاعتها. حسب بلد لو سيت او بلد بتساوي. طيب كده انا جبت الار سي وجبت الاكس ميو. ازاي بلد؟ ايه؟ ازاي بلد؟ كده انا جبت الار سي والاكس ميو، فاضل لي الايه؟ الار ايكوفلنت والاكس ايكوفلنت.
هجيبهم ازاي؟ هقول ان البي كابل عند الفول نود قلنا هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الباور لوسز اللي في الار ايكويفلنت لو كان ماشي هنا الريتد كارت صح؟ يبقى البي كابل فول نود هي عباره عن الاي تو داش سكويرد في الار ايكويفلنت لما يكون اللي ماشي هنا هو الفول نود كارت. ليه داش؟ لو انا عايز اجيبها ناحيه الفرايمر اي كوبلنت 1 احطها اي زي ما كنت تعمل كده هي داش في ال1 الكوبلنت 2 لو 2 ماشي ما خدتش بالك ماشي اوكي. طيب اي 2 داش بكام بقى او كانسل اللي هو الفول نود عباره عن الاس النود على الفي 1 ريت يعني عباره عن 55 كي على الفي 1 اللي هو 22 فالبي كابر فول لود انت حسبتها قبل كده اللي هي 8 9 7 بتساوي الرقم ده كنا انت حسبته قبل كده اي توبلن 1 من هنا هطلع ار توبلن 1 كده فين جبتها طوع على طول طب واتيفر انا ما حسبتش ال1 انا رحت جايب الار كوبلن 2 على طول هو كان طالبها refer to the secondary يعني كان الافضل في الحاله دي ان انا بدل ما اخليها اي 2 داش كنت اشتغل بده اللي هو اي 2 اي كوفل 2 على طول يعني كان افضل اعمل كده بدل ما كده قوم شايل الداش دي واخليها 2 على طول فبدل ما اقسم على في 1 اقسم على في 2 اللي هو ال 110 ايوه بس فكان هطلع على طول من الاول الايه اي كوفل 2 من غير ما اعمل بقى الكلام ده تمام ماشي هعمل كده واخليها كده انا على طول طلعت الرقم هو اللي حضرتك عامله كنت عامله في الاول ده ايه؟ انا كنت يعني انا دافع بيها هي فعلا اس ايكوال اي 2 داش في الار في الفي في الفي 2 لكن في الاول بقى اي 2 داش لا الفي داش بقى اي 2 في اللو اي 2 في الفي 2 لو دي داش يعني ريفرد للبرايمري هقسم على الروت بتاع البرايمري يعني دي كان في الاول داش وده كان 1 شلت الداش عشان تبقى ناحيه السكند فعلا واقسم على الفولت بتاع السكند اللي هو فيه. ماشي تمام. عشان اطلع على طول دي اللي هو ليه طالبها هنا وقال لك هات الايكوفلنت سيركت بارامترز ريفير تو ذا سكند فخلاص انا من الاول جبت لها السكند خطوه واحده على طول. اهو ما انا كنت عامل كده كنت عامل ناحيه البرايمري وفي الاخر مش عارف كنت ضارب في الترنس سكوير. هاتي ناحيه السكندري واضرب الانيشال سكويرد وتعالى ناحيه البرايمري زي ما انت عايز. طب كده انا جبت الار ايكويفلنت عايز اجيب الاكس ايكويفلنت هجيبها ازاي؟ في معلومه عندي اعرف اشتغل بيها اجيب الاكس ايكويفلنت اشتغل بيه دي عشان كده هو ادالك دي احنا حتى الان استخدمنا دي ودي عشان اجيب الحته دي صح؟ استخدمت الباور فاكتور عند النو نود عشان اجيب الاثنين علاقه بين الاثنين دول مع بعض لسه دي ما استخدمتهاش ما انا هو الاكسبريشن بتاع الفولتج ريجليشن في علاقه ما بالزد فلو انا عارف كل حاجه وجبت الزد وانا عارف الار عارف اجيب الاكس ولا لا هي كده يبقى من المعلومه ديت ان الفولتج ريجليشن ماكسيمم طالما الماكسيمم يبقى الكوزاين بكام؟ واحد بواحد يبقى الفولتج ريجليشن اللي هو الماكسيمم لو بتساوي 0.05 بيساوي الكي هو قال لك ان الكلام ده حصل عند فول لود يعني الكي بواحد في الاي 2 داش عند الفول لود او انا بما اني شغال ناحيه السكندري كله يبقى الاي 2 فول لود اللي انا كنت حسبته من هنا دوت اللي هو الاي 2 فول لود. ده اوريدي كنت حاسبه قبل كده اهو. هو في القانون داش ايه؟ عشان كانت دي زد شغلن 1 فيا اما من غير داش انا كله هجيبه 2 دلوقتي يبقى اي 2 فول لود انا حاسبه قبل كده في الزد ايكوفلنت 2 في الكوزاين فاي عشان ده الماكسيمم طب واحد على بما ان دوت كله ناحيه السكندري يبقى هقسم على ايه؟ الفيتو اللي هو 110
فتطلع معاك الزد من هنا كده بقى عندك معادله في مجهول واحد اللي هو زد ايكوفلنت من هنا هتطلع الزد ايكوفلنت للفردر السكندري ب اللي هي نفسها روت الفار ايكوفلنت تربيع زائد الاكس ايكوفلنت تربيع كله للفردر السكندري يبقى الاكس ايكوفلنت ناحيه السكندري طلعت 0.01 كده انت كده يبقى انت جبت الايكوفالنت سيركت بارتس كلها ولا لا جبت الاكس ايكوفالنت فيرد السكند ار ايكوفالنت فيرد السكند ار سي واكس ام يو بس دول مالهم فيرد البرايمري يعني دي عباره عن ار سي 1 لاكس ام يو 1 عشان اوحد وقال لك هات كله ناحيه السكندري هتعمل ايه بس يبقى اخر خطوة ان الـ RC فدر السكندري عبارة عن RC1 N2 على N1 ربيع يعني عبارة عن الرقم اللي عندك هناك دوت هو RC1 وتفر او كام مضروب فيه بالمثل الـ X mu refer to the secondary هي X mu تحت الـ primary N2 على N1 إن هي طلعت 5-3-6 ده كده المطلوب الايه؟ التاني هي الـ equivalent circuit عن الـ secondary هو قال كده سبحانك يسأل هو قال كده في المسألة طيب المطلوب الاخير بيقول لك اوجد لي الباور فاكتور اللي يحصل عنده زيرو فولتج ريجليشن قلنا عشان ده يبقى بزيرو الكوزاين لازم يكون بزيرو اللي جوه مجموع الاثنين دول يبقى الزاويه اللي يحصل عندها زيرو هي 90 ناقص زاويه الايه الشورت سيركت يبقى الزاويه اللي يحصل عندها يبقى 4 ده بارت نمبر سي 4 ريجليشن بتساوي زيرو يبقى الفاي بتساوي 90 ناقص ثيتا شورت سيركت اللي هي بكام دي بقى؟ اللي هي اكس اكس وانا عندي الار والاكس صح؟ اه يبقى عباره عن تان اكس ايكوفلنت على الار ايكوفلنت انا جايب كله ناحيه السكندري فهشتغل باللي جبته خلاص اقسم ده على ده يطلع لك الثيتا شورت سيركت دي يبقى الفاي طلعت 19.75 يبقى الباور فاكتور اللي يحصل عنده الزيرو هو كوزاين الفاي ديت يعني وايه بقى؟ 100